السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، اليوم غادي نشوفوا حصة هي مختلفة تماما عن الحصص الماضية، وهو فرض اقتراح فرض منزلي رقم واحد للدورة الثانية. إذا كما تلاحظون هناك ثلاث تمارين. إذا كانت عندكم إمكانية غادي ننتظركم واحد بضعة لحظات، إذا باش ديروا بوز للفيديو أو باش تحاولوا تنقلوا هذا الفرض المقترح. إذن أعزائي التلاميذ، سوف نبتدئ بتصحيح التمرين رقم واحد. إذا نعتبر التعبير D يساوي 4 إكس أس 2 ناقص 9 ناقص الكل 2 إكس زائد 3 بين قوسين عامل لي إكس ناقص 1. إذا السؤال الأول انشر ثم بسط هذا التعبير. إذا غنبتدئ، إذا لننشر التعبير، إذا 2 إكس زائد 3 إذا عامل لي إكس ناقص 1. إذا هذا تعميم من نوع، إذا كتذكير للعلاقة، من نوع A زائد B عامل لإكس زائد Y. إذا ماذا تساوي؟ دائما نأخذ الحد الأول في القوس الأول، نضربه في العدد الأول في القوس الثاني، ثم نضربه كذلك في العدد الثاني الموجود في القوس الثاني، وبنفس الطريقة نأخذ B ثم نضربها أيضا في X ثم في Y. إذا بنفس الطريقة نحاول نطبقها في هذا التعبير. إذا 2X إذا في X ثم إشارة ناقص، إذا 2X في ماذا؟ في 1. إذا كملنا العدد الأول ننتقل إلى العدد الثاني الموجود في القوس الأول، إذا زائد 3 في X، إذا زائد مع ناقص هما الإشارة تضربهم. إذا خصكم دائما أعزائي التلاميذ تردوا الحيطة بالإشارة، إذا زائد في ناقص تعطي ناقص، إذا 3 في 1. إذا بعد عملية النشر، إذا غادي نمر الآن لعملية التبسيط. جيد، إذا 2 إكس في إكس، إذا ماذا تساوي؟ إذا 2 إكس أس 2 ثم ناقص، إذا 2 إكس ضرب 1 تساوي ناقص 2 إكس، ثم زائد 3 في إكس هي 3 إكس ناقص 3 في 1 هي 3. إذا بعد عملية إذا التبسيط غادي نكملوا أيضا التبسيط لأن باقي ما سليناش. لماذا؟ لأن هناك حدود متشابهة، إذا ناقص 2 إكس وزائد 3 إكس، إذا ماذا يفعل هذا؟ إذا غنزيدوا بسطوة أكثر لأنها تعتبر حد متشابه. لماذا 2 إكس أس 2 ليس بحد متشابه مع 3 إكس؟ عندهم نفس العنصر إكس، ولكن هنا إكس فقط، يعني أس ديالو هو واحد، وهنا عندنا إكس أس 2، إذا هنا إكس أس 2 وإكس لا يمكن اعتبارهما حد واحد متشابه، وإنما عنصران يعني حدين مختلفين، وخا عندهم نفس العنصر. إذا 2 إكس أس 2 إذا زائد، باش أننا نبسطو التعبير إكس، إذا غادي نعملو بالمجهول إكس، إذا شنو عندنا هنا؟ ناقص 2 زائد 3 ثم نضرب ناقص 3، إذا عندنا 2 إكس أس 2 ناقص 2 زائد 3 هي 1، إذا زائد 1 إكس، يعني في الحقيقة بحال هكا زائد 1 إكس ناقص 3، ولكن كجمالية في الكتابة إذا لا داعي لكتابة 1، إذا نقول النتيجة هي 2 إكس أس 2 زائد إكس ناقص 3، بالتالي قمنا بنشر وتبسيط هذا التعبير. إذا ننتقلوا للسؤال باء، استنتج تبسيط D. إذا باش نستنتج تبسيط B لدينا ماذا؟ إذا غادي نذكروا التعبير D، إذا اللي هو كما تلاحظون 4 إكس أس 2 ناقص 9 ناقص 2 إكس زائد 3 عامل لإكس ناقص 1. إذا الحد الأول 4 إكس أس 2 ناقص 9، ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن 2 إكس زائد 3 عامل لإكس ناقص 1. سبق لنا في السؤال الألف
أن قمنا بنشره وتبسيطه. إذا ندعي إعادة نشر هذا التعبير هنا في السؤال باء، علاش؟ لأن قلنا هنا استنتج، وبالتالي خصنا نستخدم دائما الأسئلة الصادقة في الاستنتاج. إذا هنا 4 × 2 ناقص 9، إذا ما التعبير؟ إذا هذا راه سبق لنا بسطنا، ولكن أشنو عندنا هذا التعبير؟ شنو فيه؟ كاين مصبوغ بإشارة سالبة. إذا خصكم دائما أعزائي الكرام أنكم تردوا الانتباه جيدا لهذه الإشارة. إذا شنو غادي نديرو حنا؟ أنا عم إشارة، وإذا هذا التبسيط اللي سبق لي بديتو، إذا غنفتح القوس وغادي ندخلو في القوس زائد إكس ناقص 3، لأن كاين واحد ناقص كتدخل لي على التعبير كاملا. إذا نبقى لي أنني نبسط القوس المسبوق بإشارة سالبة. إذا كما تعلمون أن عند وجود قوس مسبوق بإشارة سالبة، إذا يمكن إزالة الأقواس شرط تغيير الحدود الموجودة داخل الأقواس. أما إذا كان قوس طبعا مسبوق بإشارة زائد، فما كيأثرش نهائيا على الحدود الموجودة داخل الأقواس، فقط الإشارة السالبة. إذا ناقص 9 مكمل عفوا، إذا 4 × 2 ناقص 9، إذا 2 × عدد موجب، إذا بيدخل عليه الإشارة السالبة، يغير إشارته، ثم زائد كذلك تغير بناقص، وناقص 3 تصبح زائد 3. إذا هنا للتبسيط فنبحث عن الحدود المتشابهة، إذا كما سبق لنا شرحناها في المثال ألف، إذا نبحث على الحدود المتشابهة 4 × 2، نعم، إذا حده المتشابه هو ناقص 2 × 2، إذا 4 × 2 بعيد الترتيب، إذا باش يسهل لنا التبسيط، إذا ناقص إكس ثم ناقص 9 زائد 3. إذا 4 × 2 مع ناقص 2 × 2، بحال غنعملو بـ × 2، إذا 4 × 2 هذه سهلة، 4 × 2 هي 2، إذا غادي يصبح لنا 2 × 2 ناقص إكس حد يعني مستقيم، ما كاينش حد متشابه معاه، ثم 3 × 9 هي ناقص 6، وبالتالي إذا قمنا بتبسيط استنتاج تبسيط التعبير د. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني، إذا عمل التعبير 4 × 2 ناقص 9، إذا ألف، إذا غادي نعملو التعبير 4 × 2 ناقص 9، إذا لدينا، إذا للتعميل إحنا نذكرو، نحاول نذكرو التعميل شنو هو. التعميل هو البحث عن جميع العوامل المشتركة بين جميع الحدود. إذا إذا لاحظنا هنايا هذا التعبير، فلا يوجد حد أو عامل مشترك بين هذه الحدود، وبالتالي خصنا نبحثو كيفية طريقة تعميل هذا التعبير. إذا ماذا تلاحظون؟ أنه عبارة عن متطابقة هامة رقم 3. إذا إلى بغينا نذكروا المتطابقات الهامة، فكاينين إحدى الساعات تعرفون 3 من الدرجة 2، وهي أ زائد ب الكلس 2، ثم أ ناقص ب الكلس 2، وأ ناقص ب عامل لأ زائد ب. إذا المتطابقة 4 × 2 ناقص 9 ماذا فيها حدين؟ فهي متطابقة 3. إذا ماذا تقول كتركيب؟ فإذا كان أ زائد ب عامل لأ ناقص ب، فهي متطابقة هامة 3 تساوي أ أس 2 ناقص ب أس 2. إذا وبالتالي فخصنا كتابة الحد الأول عبارة عن أ أس 2، ثم ناقص راها كاينة، ثم ب أس 2 نحاول نكتبو 9 على شكل مربع. إذا ننتقل، أنا غنخلي لكم المتطابقة إذا باش تستافدو معايا جماعة. إذا 4 × 2 نحاول كتابتها، 4 هي 2 × 2، وبالتالي هي 2 إكس الكل أس 2، ثم ناقص 9 هي على شكل 3 أس 2. إذا كما كتلاحظوا كتبنا على شكل أ أس 2 ناقص ب أس 2، مبقى لنا غير نستنتجو التعميل. إذا أ زائد ب ثم عامل أ ناقص ب، كملاحظة ممكن أنكم ديروا هنا ناقص وفي الطرف الثاني يعني في القوس الثاني زائد، يعني لأن الضرب تبادلي ممكن أنكم تضيفوا الإشارتين هنا ناقص وزائد، غير شرط أن إحداهما موجبة والأخرى سالبة. إذا
تساوي ماذا؟ إذا اثنان إكس زائد ثلاثة عامل إذا هنا زائد إذا في القوس الثاني غادي نديرو ماذا؟ إذا ناقص ثلاثة. وبالتالي لو بغيتو تأكدو إذا قمتم بعملية النشر فغادي توجدو أربعة إكس أس اثنان ناقص تسعة. إذا غنشوفو السؤال ب، إذا نستنتج تعميل تعميلا للتعبير د. اذا لدينا غادي نحاولوا نشوفوا التعبير دي ديالنا. اذا دي ماذا تساوي؟ 4 اكس اس 2 ناقص 9 ناقص بين قوسين 2 اكس زائد 3 و اكس ناقص 1. اذا حسب السؤال الف قلت لكم دائما في الاستنتاج حسب السؤال الف فعندنا 4 اكس اس 2 ناقص 9 اذا هي عباره عن هذا التعميل. اذا غنعوضوها 2 اكس زائد 3 عامل ل 2 اكس ناقص 3 ثم ناقص 2 اكس زائد 3 عامل ل اكس ناقص 1. اذا كما قلنا بان التعميل هو البحث عن جميع العوامل المشتركه. اذا ماذا تلاحظون؟ نلاحظ ان 2 اكس زائد 3 هو عامل مشترك زائد ماشي ناقص. اذا غادي نعملوا بها 2 اكس زائد 3 عامل وغادي نشوفوا الحد الاول شنو بقى لنا. قلنا 2 اكس ناقص 3 ثم الحد الثاني بقات اكس ناقص 1 ولكن مسبوقه باشاره سالبه. دابا خصكم تردوا البال اذا هاد ناقص فما كتدخلش فقط على الحد الاول لان التلاميذ كيشدوا ناقص وكيدخلوها فقط على اكس وكينساو بان ناقص 1 كيطبق عليها ايضا الاشاره. اذا ما تصبح لنا ناقص اكس ثم مع ناقص اذا ما تعطي زائد 1 لان ناقص تدخلها على القوس كامل. اذا ما بقى لنا غير فقط نصفو الحد او القوس الثاني. اذا 2 اكس مع ناقص اكس حدود متشابهه. اذا 2 ناقص 1 هي 1 اكس يعني اكس ثم ناقص 3 زائد 1 هي ناقص 2. وبالتالي غادي نقولوا اننا استنتجنا تعبير للد. اذا نترككم انكم تاخذوا التصحيح ديال هذه الفقره هذه. اذا باش ننتقلوا للسؤال الثالث ونحلوا المعادله. اذا سوف نتمم السؤال الاخير في هذا التمرين هذا لنحول المعادله دي تساوي صفر. اذا عندنا دي كتساوي التعبير ولكن دائما اذا بما ان انا درجه 2 اكس اس 2 يعني معادله من الدرجه الثانيه اذا خصنا نحاولوا نقلبوا على التعميل لتحويلها الى معادلات بسيطه من الدرجه الاولى. اذا كما كتلاحظوا عندنا في السؤال الثاني لدينا التعميل دي. اذا غادي نستغلوا هذا التعبير. اذا 2 اكس زائد 3 عامل لاكس ناقص 2 تساوي صفر. وهذه كتذكرنا بالجداء المنعدم ا في ب تساوي صفر تعني ان ا تساوي صفر او ب تساوي صفر. اذا ماذا تعني؟ اذا باعتبار القوس الاول هو ا اذا 2 اكس زائد 3 تساوي صفر لان جداء عددين يساوي صفر او اكس ناقص 2 تساوي صفر. اذا تعني ان 2 اكس تساوي ناقص 3 او x تساوي 2. اذا ماذا تعني؟ اذا ل هذا انتقال 2 الى الطرف الثاني اذا غنضربو في المقلوب وبالتالي اذا هنا غادي نضربو في 1 على 2 ثم كذلك في الطرف الثاني نضرب في 1 على 2 اذا غنحصلو على x تساوي ناقص 3 على 2 او x تساوي 2. اذا حل لان عندنا حلين المعادله هما هذا ناقص 3 على 2 و 2. اذا وهنا نقول قد اتممنا التمرين الاول. اذا لننتقل الى تصحيح التمرين الثاني. اذا ننتقل الى تصحيح التمرين الثاني. اذا الفقره الاولى حل المعادلات التاليه. اذا الالف لدينا إذا المعادلة x ناقص 4 الكل على 4 تساوي 2 x زائد 3 الكل على 3. إذا هذه المعادلة هي معادلة من الدرجة الأولى ولكن فيها القصر. إذا في حالة الأمثلة ديال المعادلات إذا نبتدئ بتوحيد المقام يعني إذا المقام الواحد بين 3 و 4 و 12
إذا ممكن تاخذوا مقالات أخرى ولكن من الأحسن تبحثوا عن نسخة مقال موحد. إذا 12 هو المقام الموحد بينهما. إذا 4 ضربناها في 3، إذا 3 عامل إكس ناقص 4، والعدد الثاني 3 ضربناه في 4 وشطة 12، إذا حتى البسط كذلك نضربه في 4، إذا تعني ماذا؟ إذا غادي نختزلوا بـ 12 وغادي تبقى لنا فقط 3 عامل إكس ناقص 4 تساوي 4 عامل 2 إكس زائد 3. جيد، إذا هنا غادي نمشيو ننتقلوا لفقرة إذا النشر وتبسيط الطرفين. إذا 3 في إكس، إذا باختصار هي 3 إكس ثم ناقص 3 في 4 12، نمشيو الطرف الثاني 4 في 2 إكس تعطي 8 إكس زائد 4 في 3 هي 12. إذا حصلنا على معادلة بسيطة، إذا المجاهيل في طرف هو المعالي في الطرف الآخر، إذا تعني أن 3 إكس زائد 8 إكس، إذا غادي نحولها الطرف الأول شرط تغيير الإشارة، إذا ناقص 8 إكس، إذا 12 ثم ناقص 12 تحولوا إلى الطرف الثاني تولي زائد 12. إذا 3 ناقص 8 هي ناقص 5، إذا ناقص 5 إكس تساوي 12 زائد 12 هي 24. وبالتالي إذا باش نحولوا ناقص 5 للطرف الثاني، إذا إما كنضربوا في المقلوب أو نقسموا كذلك على نفس العدد، إذا على ناقص 5. وبالتالي يعني إذا حصلنا على إكس تساوي ناقص 24 على 5، إذا ونلغو حل المعادلة، إذا هو ماذا؟ هو العدد اللي يمكننا في إكس. إذا غنمشيو المعادلة الموالية باء، إذا لدينا ماذا؟ إذا 3 إكس عامل لإكس ناقص 5 ثم عامل ل 2 إكس زائد 1 على 3 الكل يساوي 0. إذا هنا كيفما استطعنا شفنا هو عبارة عن الجداء المنعدم أ في ب في س كذلك يساوي 0، إذا تعني أن إما أ تساوي 0 أو ب تساوي 0 أو كذلك س يساوي 0، إذا يعني 3 إكس تساوي 0 أو إكس ناقص 5 تساوي 0 أو كذلك 2 إكس زائد 1 على 3 يساوي إذا الصفر. جيد، إذا ما نحاولوا نحلوا كل المعادلات، إذا الله يخليكم خصكم تنتبهوا جيدا، إذا 3 إكس تساوي 0، جميع التلاميذ كيديروا الأخطاء في هذه المثال هذا، فإكس تساوي 0 ماشي ناقص 3، إذا إكس تساوي يعني هل غنقسموا على 3 و 0 على أي عدد يساوي 0، إذا تساوي 0 أو إكس تساوي 5 أو 2 إكس في هذه الحالة تساوي ناقص 1 على 3، إذا نغيره، إذا المعالج إلى الطرف الثاني شرط تغيير إشارة الحل، إذا تعني إذا ماذا؟ كذلك غادي نكملوا الكتابة أو إكس تساوي 5 أو إذا نحن هذه الحالة هذه فإثنان باش نتخلصوا نحولوا للطرف الثاني، إذا بحالنا غنضربوا في المقلوب ديال العدد اثنان هو 1 على 2، إذا غادي نلقاو إكس تساوي ناقص 1 على 6، ومنها حلول لأن عندنا 3 ديال الحلول، حلول المعادلة هي إذا ناقص 1 على 6 و 5 و 7، إذا غادي ننتقلوا للمعادلة جيم، غادي نخليكم أنكم تدونوا لأن ما عنديش مكان هنا في حل معادلة جيم، إذا أترككم تدونوا هاد المثالين ثم ننتقلوا للمثال الثالث. إذا ننتقلوا للمثال جيم، إذا لدينا إكس يساوي 3 ناقص 6 إكس زائد 8 تساوي 0 هي معادلة الدرجة الثانية، وبالتالي يجب البحث عن الطريقة لتحويلها إلى معادلة الدرجة الأولى، يعني تؤول إلى معادلة الدرجة الأولى. إذا كما تلاحظون أن عندنا هنا إكس يساوي 3 ناقص 6 إكس ولكن هنا زائد 8، يعني كبداية للمتطابقة الهامة باش نعملوها. إذا لدينا إكس يساوي 3 نحاول نخرج 2
في اكس هاد 6 اكس نحاول نكتبها على شكل اثنان ابو اذا شنو قليل باش نوصل 6 اذا هي 3 يعني هنا باش نكمل متطلبات العمل شنو خصني هنايا 3 و 6 وحنا كنعرفوا بان 3 و 6 هي 9 ماشي 8 وبالتالي بحال ضفت 9 اذا شنو خصني ندير ننقص 9 لان مجموع عددين متقابلين يساوي صفر اذا ناقص 3 و 6 يعني هذه 6 ثم زائد 8 تساوي صفر وبالتالي ف الاولى هذه عباره عن متطابقه هامه اللي هي اكس ناقص 3 الكل يساوي 2 غير نكملوا طلبنا ناقص 3 و 6 هي ناقص 9 زائد 8 تساوي صفر ماذا تعني ناقص 9 زائد 8 هي ناقص 1 تساوي صفر اذا ناقص 2 ناقص 1 1 ممكن نكتبها على شكل اس 2 اذا وبالتالي حولناها الى متطابقه عامه الثالثه جيد اذا نسقطيها شفناها في المثال السابق اللي التمرين اللي حليناه قبل قليل اذا اكس ا اس 2 ناقص ب اس 2 هي ا ناقص ب عامل ل ا كامل اكس ناقص 3 زائد ب الكل يساوي صفر اذا شنو غادي نلقى اكس ناقص 4 عامل اكس ناقص 2 تساوي صفر اذا حصلنا على جداء المنعدم وبالتالي فان اكس غادي تلقاوها تساوي 4 او اكس تساوي اذا 2 وبالتالي حل المعادله اذا هما 2 و 4 اذا غادي ننتقل للمثال او الفقره الثانيه إذا نشوفوا الفقرة الثانية إذا عمر أبي 50 سنة وأعمار أبنائه الثلاثة هي على التوالي 10 سنوات 12 سنة و 18 سنة إذا السؤال بعد كم سنة سيصبح عمر الأب مجموع أعمار أبنائه الثلاثة إذا غادي نشوفوا الحل جماعة إذا دائما السؤال هو المجهول اللي كنعتبره إذا ليكن إكس هو عدد السنوات عفوا التي سيصبح عمر الأب فيها مجموع أعمار أبنائه الثلاثة إذا بعد كم سنة يعني بعد X سنة غادي نشوفوا كم سيصبح عمر الأب إذا مثلا الأب 50 سنة بعد 3 سنوات شحال غادي يصبح العمر ديال الأب هو 53 سنة وبالتالي أعمار الأبناء ديالي الثلاث حتى هما غيزيدو 3 سنوات ما غيبقاوش 10 سنوات فقط 12 وهكذا إذا إلا كبر الأب يعني سنة سنتين ثلاث سنوات كذلك الأولاد ديالو غادي يكبروا بنفس السنوات إذا بعد إكس سنة سيصبح عمر الأب ماذا؟ 50 زائد إكس سنة إذا كذلك كيف ما قلنا الأبناء ديالو حتى هما غادي يكبروا بنفس العمر إذا الابن الأول هو 10 زائد إكس كذلك الثاني 12 زائد إكس و 18 زائد إكس إذا بعد هذه السنوات اللي غادي يزيدوا يكبروا بها سيصبح عمر الأب مجموع الأعمار ديال الأبناء ديالو إذا المحال معادلة المحصل عليها ماذا؟ إذا الابن الأول 10 زائد إكس سنوات ثم الابن الثاني 12 زائد إكس و 18 زائد إكس إذا يساوي ماذا؟ العمر الأب يعني المجموع هو زائد إذا يساوي ماذا؟ عمر الأب هو 50 زائد إكس إذا غادي نحاولوا نحلوا هذه المعادلة جماعة إذا 10 إذا زائد إكس نزيل الأقواس إذا على ماذا نحصل؟ إذا غادي نحصلوا على إكس تساوي إذا بعد إذا العملية ممكن أعزائي خلال أنكم تحقوا إذا المعادلة تحلوها يعني في دفتر البحث ديالكم إذا بعد الحل المعادلة نجد أن قيمة إكس تساوي 5 إذا إكس ماذا هو عدد السنوات اللي غادي تمر إذا بعد كم وجدنا إكس 5 يعني ماذا بعد 5 سنوات إذا الأب كان في عمره 50 سنة إذا بعد 5 سنوات كم سيصبح عمر الأب نعم إذا سوف يصبح 55 من جبناها 5 سنوات زائد عمره الأصلي اللي هو 50 سنة إذا وعمر الأبناء الثلاثة الابن الأول ماذا 10 سنوات كان عمره 10 سنوات أضفنا 5 إذا أصبحت 15 سنة الابن الثاني إذا كذلك زائد 5
17 سنة وكذلك الأخير 23 سنة. إذا لكي نتحقق بعد 5 سنوات ماذا وجدنا؟ 15 زائد 17 زائد 23 يعني مجموع الأبناء الأعمار ديال الأبناء ديالو فوجدنا فعلا 55 سنة. إذا ننتقل إذا بعد أن تأخذوا التصحيح في دفتركم الخاص إذا ننتقل إلى التمرين المواد. إذا غادي نشوفوا التمرين التالي في الأخير غادي نقارن العددين ناقص 13 على 6 وناقص 8 على 3 إذا غادي نستعملوا الفرق إذا ناقص 8 على 3 إذا ناقص مع ناقص إذا خصنا دائما كنكتبوا زائد إذا لأن قوس مسبوق بإشارة سالبة يغير إشارة الحد الموجود داخل القوس إذا غتصبح زائد 13 على 6 غادي نوحدوا المقام اللي هو إذا 3 مضروبة في 2 إذا ناقص 2 في 8 هي ناقص 16 ثم زائد 13 إذا غادي نحسبوا المجموع اللي عندنا في البسط إذا ناقص 16 زائد 3 هي ناقص 6 ناقص 3 عفوا على 6 إذا لا داعي للاختزال إحنا الغرض ديالنا فقط هو تحديد الإشارة إذا الفرق اللي وجدناه هو كيف عدد سالب إذا ماذا نقول؟ بما أن الفرق ناقص 8 على 3 ناقص 13 على 6 إذا النتيجة وجدناها عدد سالب إذا أصغر من الصفر فإن ماذا؟ الأول يكون أصغر من الثاني إذا باستعمال الفرق فإن ناقص 8 على 3 أصغر من ناقص 13 على 6 بالتالي نكون قارنا هذين العددين. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني إذا قارن A و B إذا بحيث A ناقص B تساوي 3 على 4 شنو المعنى ديال A ناقص B؟ يعني هناك فرق إذا شنو هو النتيجة اللي لقينا؟ 3 على 4 بحال الشكل ديال المثال الأول يعني استعملنا الفرق فوجدنا هنا عدد سالب يعني أصغر من الصفر إذا بما أن النتيجة 3 على 4 عدد موجب إذا ماذا نقول؟ لدينا إذا 3 على 4 إذا أكبر من الصفر يعني ماذا؟ ماذا تعني أن الفرق A ناقص B حتى هي كبيرة من الصفر إذا كان الفرق أكبر من الصفر فإن ماذا؟ إذا ماذا نستنتج؟ أن الأول أكبر من الثاني ممكن بالمناسبة أنكم تستعملوا أو تساوي ما كاينش إشكال إذا غنشوفوا B الآن شنو عندنا هنا في مثال B أن A زائد 1 على 2 تساوي B إذا ما كاينش هنا الفرق هي بحال عبارة واحد المعادلة بسيطة إذا لدينا A زائد 1 على 2 تساوي B إذا باش نستطيع أن نقارن هذين العددين خصنا شنو يكون عندنا الفرق وبالتالي فB فين عندنا هنا في الطرف الثاني إذا غادي نجيبوها الطرف الأول شنو غادي ترجع يعني A إذا زائد B رجع في الطرف الأول وتولي ناقص B شتو وبالتالي فدرنا الفرق إذا هاد زائد 1 على 2 شنو غنديرو لها غنحلوها الطرف الثاني يعني بحال معادلة شنو غتصبح ناقص 1 على 2 وبالتالي شنو وجدنا عدد سالب إذا شنو غادي نقولو إذا أو بما أن هذا إذا هنا A ناقص B هو عدد سالب يعني A ناقص B عدد سالب شنو كنرمزو له يعني أصغر من الصفر إذا أصغر أو يساوي صفر إذا فإن ماذا نستنتج أن العدد الأول أصغر في هذه الحالة من العدد الثاني إذا هو هنا غادي نكونوا قد أنهينا الاقتراح أو النموذج الفرض المنزلي رقم واحد للأسلوب الثاني إذا نتمنى أعزائي التلاميذ أن تكونوا استفدتوا من هذا الفرض هذا وأتمنى لكم مزيدا من التفوق وشكرا.